إكسبرس. مرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه. نشره باش نحكيوا فيها على الاولمبي البيجي واحتجاجه والمراسله اللي بعثها الفيدراسيون تونيزيان دو فوتبول على الانتر على غياب مهم في صفوف الاهلي المصري ضد في مباراه ضد الترجي. ولكن زاد باش نحكيوا على حدث مهم ياسر في كره السله وتبعات ما صار في مباراه النادي الافريقي واليو اسمو. ولكن البدايه بالحوار اللي كان ادلى به رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب الى الصفحه الرسميه للفريق. إذا السيد حمدي المدب عمل اليوم حوار مطول تم نشره على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. الحوار كامل تلقاوه على موقعنا موزايكا فام بوينت. لكن خلينا نعطيكم أهم ما جاء في الحوار هذا. قال حمدي المدب الانتقادات اللي تمس الهيئة المديرة والمدربين والملاعبية الصادرة عن نفس الأشخاص اللي تعودوا منذ سنوات على تحين واستغلال الفرص وقت الفريق ينهزم ولا تصير عرثرة لبث البلبل. المدب قال الأشخاص هذوما نعرفوهم والترجي يعرفهم وجماهير الترجي تعرفهم وسبق لبعضهم كونوا ارتدوا أزياء النادي وتقلدوا مسؤوليات في صلبه وفشلوا في مهامهم بشكل كبير. قرفضوا الأشخاص هذوما قرفضوا في ثلاثة مناسبات سابقة تقديم ترشحاتهم لرئاسة النادي وقت اللي تم فتح أبواب الانتخابات. وقال نتمنى كونهم يترشحوا ويقدموا رواحهم في مهمة التسيير لمهمة التسيير في الانتخابات القادمة. كيف مكتوبة هكا في الحوار. قال يختفون عند الانتصارات وتعلو أصواتهم عند أول عثرة. قال الانتقادات ترتكز في البداية على الإطار الفني وطالت كل المدربين اللي دربوا الترجي التونسي من بعد تولي تشمل المسؤولين في عملية ممنهجة تتكرر في كل موسم حسب ما جاء في الحوار. كيف قال الترجي يقبل والهيئة والإدارة متاعه وجميع الأطراف اللي تسير في النادي تقبل النقد البناء وترفض المس من أعراض الأشخاص. هذاك علاش الترجي اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يتخفى وراء هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كيف حمدي المدب قال كونه الترجي الرياضي التونسي ماهوش في أزمة وكونه كل فروع الترجي ما زالت تتنافس على الألقاب بما فيها فريق كرة القدم اللي قال مترشح لي لنصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية يلعب الفينال متاع كأس تونس ما زال في المنافسة من أجل المحافظة على لقب البطولة للمرة السابعة رغم حسب ما قال هو رغم ما مر به فريق كرة القدم من ظروف صعبة تتمثل في ثقل الرزنامة وضغط المباريات وتعدد الإصابات ضمن اللاعبين الأساسيين. اختم الحوار المطول هذا اللي تنجموا تلقاوه كما قلنا على موقعنا موزايكا فام بوينت. ختموا بتوجيه عبارات الشكر لجماهير الترجي وكل المجموعات وبرأها من كل مسؤولية للأحداث اللي حصلت في مباراة شبيبة القبيل الأخيرة. كيف من جهة أخرى في خصوص ملف المدرب أكد حمدي المدب كونه عنده ثقة في المدرب المساعد أنيس البوسعيدي لمواصلة العمل في انتظار اختيار المدرب الجديد في أسرع وقت. رياضيا الترجي سافر غدوة للقاهرة. غيث الوهابي باش يكون متواجد مع المجموعة في المباراة هذه من بعد بديركت موم القاهرة باش يمشي يلتحق بمنتخب أقل من 20 سنة في الأرجنتين للمشاركة في المونديال. وبالنسبة للأهلي المصري يسجل غياب واحد من أهم العناصر فيه اللي هو الحارس الشناوي اللي عنده إصابة. رسميا تم النقل نهائي كأس تونس نسخة الهادي شاكر بين الترجي والأولمبي البيجي من ملعب الطيب المهيري في صفاقس إلى ملعب حمادي العقربي في رادس باش يبقى للتاريخ وبيدو نهار 28 مي. والقرار هذايا أخذاه المكتب الجامعي اليوم بعد التنسيق مع عديد الأطراف المتداخلة وبسبب تزامن نهائي كأس تونس مع الذكرى 95 لتأسيس النادي الصفاقسي. البلاغ يقول لي ثم تنسيق مع الأطراف وإجابة الأولمبي البيجي نسمعوها من عند الكاتب العام مراد الفرشيشي. هي في الشارع الرياضي بباجة على أثر تغيير مكان ملعب مقابلة الدور النهائي. احنا كمديرة توقنا في اجتماع مضايق ومعنا قررنا باش الرأس والجامعة التونسية باش نرفضوا معناها التعيين هذايا ونحبوا معناها ملعب محايد تكون فيه تكافؤ والفرص بين الفريقين. احنا بالنسبة للبلاغ في استشارة جمع الأطراف المتداخلة في الحق. احنا اليوم في الباجي طرف في الدور النهائي لا استشارونا لا حضرنا في الاجتماع الفني لا اجتماع في الجامعة القدم حتى ما استشارونا وانا غايبونا وخذوا القرار فرادي وحدهم وما شفناه كان في الصفحة الرسمية جامعة التونسية كرة القدم. تلعبت اليوم أولى مباريات الجولة السابعة من مرحلة التتويج مرحلة البلاي أوف. مباراة هذه جمعة النادي الصفاقسي بالاتحاد الرياضي المنستيري وانتهت بالتعادل دون أهداف. مباراة كان ضيع فيها أشرف الحباسي ضربة جزاء في دقيقة 45+5 والمباراة هذه لازم نقولوها تألق لافت للزوز حراس بتاع المنتخب الوطني. نحكيو لهنا على أيمن دحمان والبشير بن سعيد. المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 20 سنة سافر اليوم للأرجنتين عبر روما للمشاركة في المونديال. رحلة غاب عليها كما كنا نحكي قبيلة لاعب الترجي غيث الوهابي اللي باش يلتحق بالفريق في بعد ما يكمل مباراة الأهلي في القاهرة. حابين نقول لكم اللي ثم فيديوهات تلقاهم على صفحتنا سبور باي موزايك ولا على موزايك فين تلقاو فيهم التصريحات بتاع كل اللي سافروا. الحقيقة ثم المدرب متصرحيش اللي قال برشا كلامهم خاصة على الارشيف تاع لي غارديان. اوكي امشي شوفوا الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك.
نجيو للباسكيت. الحدث هو السوبر بلاي اوف، الفينال نتاع البطوله برو ا والفينال نتاع الكاس ما بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. وبعد الاحداث هذه ومصادرنا اكدت لنا كونه تم تعليق بقيه المباريات نتاع سواء الفينال نتاع الكوب والا فينال البطوله الى حين موعد اخر. الموعد هذا يتحدد وقت اللي يتصير محادثات ما بين الجامعه التونسيه لكره السله والقيادات الامنيه ووزاره الداخليه والاطراف المتداخله كل بعد باش يتم تقرير كيفاش باش يكمل يلعبوا المباريات هذه بعد الاحداث اللي شهدتها المباراه الاولى. نختموا بالتشامبيونز ليج. الانتر يوصل للمره السادسه في تاريخه الى نهائي تشامبيونز ليج بعد ما كان ربح ثلاثه مرات الفينال وخسر مارتين. اخر فينال ربحها كانت 2010 مع مورينو. لوتارو مارتينيز هو اللي هدا الفوز اليوم للانتر بهدف كان سجله في دقيقه 74 اسيست من لوكاكو. لوتارو مارتينيز اصبح هو الهداف نتاع الميلان في تاريخ مبارياته ضد الهداف نتاع الانتر ضد الميلان، وهو ثامن هدف ليه في مسيرته مع الانتر منذ 2018 ضد الميلان. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوانيت. نخليكم تاوم مع اسماعيل وبقية الفريق في بنت لفام.